ثم أن نتوازن في فهم الدين والدنيا، فنفهم الدين ونعرضه للناس بشكل صحيح مناسب حسب عقولهم ومداركهم وقدراتهم ومنازلهم وأماكنهم ومواقعهم تماما، وأيضا نفهم الدنيا بأن نفهم بيئتنا وظرفنا ومن يحيط بنا، وأن نميز بين عدو وصديق وحق وباطل، وأن نعرف ماذا نقول وأين نقول ومتى نقول وأمام نقول ومتى نتكلم ومتى نصمت ومتى نشمخ ومتى ننحني للعاصفة إذا مرت كانحناء السنبلة، لا ذلا ولا هوانا ولكن لزرع فتيل القنبلة. يجب أن نتعلم كل هذا أيها الأحبة. يعني في هذه النقطة على سبيل المثال غريب في يعني بعض الإخوة مثلا يذهبون إلى أرض كلها جراح، العدو فيها متسلط وجيوشه موجودة تقصف وتنسف وتذبح وتقتل، ثم يحدثون الناس هناك في تلك المواقع عن قصة لا أدري أين اختلقوها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يرمي الأوساخ عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إليه ولا يسيء، وفي يوم من الأيام لم يجد الأوساخ عند باب داره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن اليهودي حتى زاره في بيته وقال له والله ما رأينا الأوساخ اليوم أمام باب البيت فجئنا نتفقدك. هذا ألا يعلم أنه لم يكن لليهود سكنة في المدينة؟ اليهود كانوا يسكنون في الأطام خارج المدينة، خارج بنيان المدينة أيها الأحبة. من أين جاء يهودي ينزرع بين دور الأنصار ويكون جار للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو له حجرات ملاصقة للمسجد؟ فتصور أن يكون اليهودي جار ملاصق للمسجد النبوي ويكون له إحدى الحجرات، من أين هذا الاختلاق؟ ثم ليس القضية في القصة وكذبها، بإضافة إلى مسألة أني هل يقال لأمة مغزوة في عقر دارها مثل هذا؟ وهل يطلب من أمة تستباح أرضها وعرضها يتكلم لها عن أني المسكنة والعفو والصفح عن العدو الغازي؟ هذا أمر جلل وعجيب. فإذا يجب علينا أن نعرف كيف نوازن بين فهم الدين والدنيا، وكيف نسوق الأحكام ونعرض الدين الإسلام وندعو الناس إليه ونحملهم الواجبات والمسؤوليات كلهم في المواقع. يعني حينما يدخل إنسان على مجلس فرح وعرس الناس قائم ويبدأ يحدثهم عن الطلاق، الناس في حفلة عرس وهو يتكلم مثلا عن إيش؟ عن الطلاق. أي بلادة هذه وأي غباء؟ تصور حينما نكون نحن في مجتمع أميا متخلف صناعيا وتكنولوجيا وعلميا وسياسيا وعسكريا، ويخرج لنا من يعني يقضي ساعات يفسر لنا إحدى حكم ابن عطاء الله السكندري: اغرس نفسك أو ادفن نفسك في أرض الخمول. أو يقال هذا لأمة خاملة؟ أولا يكفيها الخمول الذي تعيشه والخمول الذي قضى عليها وبددها وشتتها؟ تقول للأمة الخاملة المدفونة التي يدفنها الأعداء في النار، تقول ادفني نفسك زيادة في أرض الخمول؟ بينما من يقول لها انهضي وقومي يسوق الكلام في غير مكانه وفي غير أوانه أيها الأحبة. يأتي آخر يتكلم مع من أيها السادة؟ يتكلم مع داعية امتلأ همة وحماسا يبلغ كلمة الله، يريد أن ينهض بهذا الدين، ينهض بهذه الأمة، وغير هياب وغير وجل ومستعد أن يتحمل البأساء والضراء والزلزلة في سبيل هذا الدين. يأتيه إنسان متزهد وليس زاهد، متزهد لكي يسوق إليه عبارة من عبارات أحد الصالحين القدامى يقول له إن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، يريد بالكلمة أن يثنيه عن عزمه، كالخوارج حينما قالوا لعلي: إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. كم من الناس يعني يسوقون من كلام الحق الذي يخدم الباطل والذي يراد به الباطل، هؤلاء لعدم فهمهم للدين، لعدم فهمهم لهذا الدين ولمقتضياته وأحكامه وكيف تسوق الأحكام وكيف يحمل الناس عليها. أحكام السلم غير أحكام الحرب أيها الأحبة، وليجب أن نعطي كل حالة حقها، وهذا لا يكون إلا إذا وازن بين فهم للدين والدنيا على حد سواء.